هلو كي جي 2 today we will take math. النهاردة هناخد مع بعض حبايبي math، هناخد numbers from 41 to 45، الأرقام من 41 إلى 45. يلا بينا يا دورة نعمل مع بعض revision ونشوف السؤال اللي عندنا بيقول إيه. Put a circle around the big number، ضع دائرة حول الرقم أو العدد الكبير. يلا بينا read the numbers يا دورة. 35 42. 35 و42، يا ترى مين هو الرقم الكبير هنا يا دورة؟ الرقم الكبير يا ميس، انا هبص على اليون التنز. التنز عندي هنا 3 وهنا عندي 4، يبقى انا هختار نمبر 42. اكسلنت. كويستشن نمبر 2، 29 و20، يا ترى مين هنا البيج نمبر؟ 29. 30 22، big number 30. 15 11 15. excellent دورة. النهاردة هناخد مع بعض numbers 41. يلا بينا مع بعضينا count the numbers. أول circle معنا هيظهر فيها 10. يلا بينا count with me 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Circle number 2, يلا يا دورة count. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Circle number 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Circle number 4, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. excellent. يبقى احنا كده عندنا في خانة التنز number 4. طيب معانا كمان اخر رقم هيظهر قدامنا، اخر number هنحطه في خانة اليونتس. يلا بنكتب مع بعض النمبر، هيكون 41. يبقى في خانة التنز نمبر 4، لان ده ستبت مش هيتغير، انما اليونتس هنزود كل مرة فيها نمبر 1. يبقى هنا عندي 41، خانة اليونتس فيها نمبر 1. after 41 42. يبقى الاربع سيركلز اللي عندنا، الاربع دوائر كل واحد فيهم هيكون فيه 10، يبقى هزود في خانة اليونتس 1 after 41 42 في خانة التنز نمبر 4 وفي خانة اليونتس نمبر 2. After 42 يلا يا دورة هيكون معنا كم؟ هيكون معنا 4 دوائر، كل دائرة فيها 10، يعني كده أنا عندي 4 في خانة التنز. هعد بس خانة اليونت وهزود عليها واحدة. أنا كده عندي 1 2 3 4 1 2 3، هيبقى النمبر عندي 43 في خانة التنز نمبر 4 وفي خانة اليونتس نمبر 3. يلا بينا after 43 44، برضو معنا 4 دوائر في كل دايرة فيها 10، يبقى معنا في خانة اليونتس نمبر 4. في خانة التنز 4 ثابتة وفي خانة اليونتس زودنا نمبر 1 يبقى 4، يبقى النمبر 44. after 44 45، كل سيركل معنا فيه 10، انما في خانة اليونتس هيكون فيها 5 1 2 3 4 5. اكسلنت. يبقى معنا هنا 45 4 في خانة التنس و 5 في خانة اليونتس. يبقى النمبرز اللي خدناهم النهاردة 41 42 43 44 45. يلا مع بعض نشوف الكويستشنز اللي عندنا. rearrange ascending يعني رتب ترتيب تصاعدي. يلا حبايبي نفتكر مع بعض تصاعديا يعني برتب من اللي منين يا دورة؟ من الكبير، من الصغير للكبير. يلا يا دورة تاني. من الصغير للكبير. 45 42 44 43. يا ترى من هنا مين اصغر رقم معنا يا دورة؟ 42. لازم نشطب عليه وننزله مكتوب الناحية الشمال 42. after 42 43. اشطب على 43 وننزله جنب 42. after 43 44. واخر نمبر معانا هيكون 45.
كده رتبناهم ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير 42 43 44 45. تعالوا نشوف يلا question number 2. 28 37 14 و40. يا ترى هنا يا دورة هرتب الأرقام بتاعتي ازاي وهم كلهم متلخبطين ومش متشابهين حتى في خانة التنس زي السؤال اللي فوق. هبص الأول على خانة التنس هشوف مين الأول الصغير وحبتدي بيه. أنا عندي هنا عندي في خانة التنز عندي 2 وعندي 3 وعندي 1 وعندي 4. يبقى أنا حبتدي بخانة التنز اللي فيها 1 اللي هو number 14. وبعد كده هبص بعد 14 في خانة التنز أنيو أنيو واحدة بعد كده number 2 اللي هي 28 هاخدها وحشطب عليها. اتبقى عندي 37 و 40. الاول هاخد ال 3 اللي هي 37 هاخدها برضو واكتبها تحت وهشطب عليها عشان ما اخدهاش تاني. واخر نمبر عندي هنزله اللي هو نمبر 40. اكسلنت يا دورة. معانا question number 2 complete يعني اكمل. الدودة بتاعتنا بدأت بنمبر 40. طبعا هي زعلانة عشان بقية الدوائر بتاعتها ايه فاضية. يلا بينا after number 40 دي عيلة number 40 هيكون 41. انا سمع حبيبي بيقول 41 after 42 43 44 و45. يلا يا دورة نحل مع بعض السؤال. ايه يعني ايه يا دورة؟ اجمع. اد يعني اجمع. طيب انت عارفه ايه هي السيجنال او العلامه بتاعه الاد؟ انا اول حاجه اللي هي عندي بلس. اول حاجه يا ميس انا ببني السور بنور الاشاره وبعد كده ببني السور عشان افصل اليونتس منين؟ من التنز. اليونتس الواحده والتنز الواحده عشان حجم اليونتس الواحده. اول حاجه عندي 4 بلس 1 الكبير هحطه في دماغي وهطلع 1 على ايدي. بعد 4 5 هكتب 5. 2 plus 1 equal 3 هيديني 35. Excellent. Question number 2. 33 plus 10 هعمل ايه؟ هنور الإشارة وابني السور. 3 plus 0 هو ال 3 هتنزل. 3 plus 1 4 هيديني number 43. Question number 3. 20 plus 20 0 plus 0 هينزل 0 زي ما هو. 2 plus 2 equal 4 النتيجة بتاعتي هتديني number 40. وآخر سؤال معانا 19 plus 10 equal 9 plus 0 هنزل 9. 1 plus 1 equal 2 هيديني 29. Excellent دورة. Complete هنا عامل ايه؟ جيب لي number 45 وعايزني اوزع كل رقم في البيت بتاعه. طبعا احنا عارفين ان الرقم بيتكون من units و tens. يلا يا دورة انا هحط هنا number ايه في خانة اليونتس ونمبر ايه في خانة التنس. حط number 5 في خانة اليونتس ونمبر 4 في خانة التنس. برافو عليك يا دورة. قولي لي كده يا دورة هو هنا 4 في خانة التنز هيساوي كام؟ 40. برافو عليك. طيب يلا بينا question number 2. هو هنا عايزني انا اكون الرقم. حطيت لي 0 في خانة اليونتس و 3 في خانة التنز. يا ترى كده الرقم اللي عندي هيكون كام؟ اول حاجة هنزل اليونتس 0 وبعد كده هنزل التنز 3 هيديني 30. excellent دورة number 30. طيب تعالي نشوف اخر حاجه جايب لي 28 وعايزني اوزع كل رقم في البيت بتاعه. يا ترى هحط في خانه اليونتس ايه وفي خانه التنس ايه؟ اول حاجه هحط في خانه اليونتس نمبر 8 وبعد كده 2 في نمبر 10. برافو عليكي. في خانه التنس هحط نمبر 2. بس هنا قولي لي يا دوره في خانه التنس 2 هتساوي كام؟ 20. اكسلنت دوره. يلا بينا سؤال ماتش. ماتش يعني سل. يلا حبايبي هاو ميني كاتس هاو ميني كاتس كان يو سي. شايف عدد القطط اللي قدامنا قد ايه؟ كاونت ويز مي 1 2 3. اكسلنت. هوصلها بنمبر 3. هاو ميني فلاورز 1 2. هوصلها بنمبر 2. هاو ميني دولز
1 دول. اكسلنت. دلوقتي حبايبي جمعتنا مع قطار الشطار. Put a circle around the tens. ضع دائرة حول خانة العشرات. حاول تقرأ الأرقام كويس وتفرق ما بين خانة اليونتس وخانة التنس. في انتظار إجاباتكم حبايبي. Good boy.